لماذا يمر شهر رمضان بسرعه واكثر من المعتاد؟ نكاد لا نشعر بالوقت ايها الاحبه فالزمان يتقارب كلما اقتربنا من يوم القيامه. هل هذا دليل على اقتراب الساعه؟ وماذا قال النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم عن تقارب الزمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاحبه السنة الماضية قلنا ان رمضان مضى بسرعة. ولكن في رمضان هذا 2024 سبحان الله نحن الان تقريبا في منتصف شهر رمضان او اكثر ولم نشعر الا كيوم او يومين وكأن الاسبوع تحول الى يوم. معظمنا اذا سألته مضى أكثر من نصف رمضان لا يكاد يصدق لم نشعر بالزمن قبل عشرين أو ثلاثين سنة أو حتى لو سألنا من عاش قبل مثلا خمسين أو ستين سنة يقول لك إن شهر رمضان كان يمر طويلا وكان الناس يعني بالفعل يشعرون بكل يوم يمر كل يوم يوم كامل الآن تجري الأيام بسرعة أيها الأحبة، وسبحان الله السنة الماضية كما قلنا مر سريعا ولكن هذه السنة أسرع وكأن وكأن هناك منحنى بياني لسرعة مرور الزمن، الزمن أيها الأحبة كأنه ليس ثابتا مع العلم أن أن القياسات الفيزيائية تخبرنا بأن الزمن ثابت. ولكن حقيقة إحساسنا بالزمن يتسارع لم نعد نشعر بهذا الزمن وكأن البركة نزعت من الوقت أنا لدي حديث هنا أخي الحبيب يربط النبي عليه الصلاة والسلام بين قيام الساعة وبين ما نراه اليوم يعني انظر من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام انه يعطيك مجموعة من الاشارات اذا رأيتها ادرك ان الساعة اصبحت قريبة. الحديث طبعا صحيح في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم"، بدأ بالعلم هنا انتبه اخي الحبيب بدا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث بموضوع العلم الذي يقبض وفسر لنا ذلك في حديث اخر ان العلم لا يقبض بانتزاعه من صدور العلماء يعني لم نجد عالم نزع منه العلم لا بل يقبض بقبض العلماء بموتهم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا للاسف بدا بدا اليوم هؤلاء الرؤوس الجهال يظهرون يتحدثون بغير علم يتحدثون بغير خوف من الله فيضلون ويضلون يضلون الناس وهم انفسهم يضلون ايضا وسبحان الله كل يوم نرى فتوى او نرى رأي لاحد من يعني يدعون العلم يتكلم بالعجائب يناقض كل اسس الدين هذا من علامات قبض العلم التي حدثنا عنها النبي عليه الصلاه والسلام مع العلم انه في زمنه عليه الصلاه والسلام لم يكن احد يتصور أن هذا يمكن أن يحدث. وتكثر الزلازل. إذا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. بالأمس كان هناك زلزال في المغرب وفي تركيا وفي أماكن لم لم نكن نألفها. ويقول العلماء هناك أيضا العشر سنوات القادمة ستشهد أعداد كبيرة من الزلازل المدمرة. نسأل الله العافية لنا ولكم جميعاً ولكن هذه إشارة ينبغي أن نستعد لأن كل واحد منا معرض للموت أخي الحبيب. فينبغي أن تستعد للقاء الله، لقاء الملك سبحانه وتعالى. العلامة الثالثة، ويتقارب الزمان. هذا هو الذي نعيشه اليوم. إذا حدث أمر على بعد عشرة ألاف كيلومتر تستطيع ليس فقط أن تعلمه بل أن تشاهده بنفس اللحظة خلال جزء من ثانية ينتقل الخبر عبر الأقمار الاصطناعية والإنترنت وبسرعة الضوء تخيل الزمان يتقارب المسافات تتقارب أيها الأحبة بنتيجه الاحداث الكثيره التي نراها كل يوم يعني انت جالس في بيتك تستطيع من خلال جهاز الموبايل هذا الجهاز الصغير ان تنتقل الى كل دول العالم لتشاهد ماذا يحدث في اي مكان بنفس اللحظه فهناك ملايين القنوات على موقع واحد فقط هو يوتيوب ملايين ملايين البثوث تصور هذا التراكم في المعلومات ياتيك من كل مكان وبنفس اللحظه افقدنا احساسنا بالزمن اصبح الزمن يجري بسرعه لا نشعر به لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كانما يقول لنا يقول لك اخي الحبيب ايها المؤمن إذا رأيت هذه العلامة وهي تقارب الزمان، الزمان يصبح اسرع لا نشعر به، إذا اعلم ان الساعة اصبحت قريبة. العلامة الرابعة في هذا الحديث وتظهر الفتن. سبحان الله الفتن الفضائح الحروب وبخاصة ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم. كلها فتن، يعني لو نظرت الى مخطط العالم الاسلامي تجد الكثير من الحروب والفتن بين الناس مسلم يقتل مسلم، انهيارات اقتصاديه، كما قال تعالى: والفتنه اشد من القتل. تجد اليهود يبثون هذه الفتن بين الشعوب الارض وبخاصه المسلمين فتجد ان اننا نعيش بالفعل عصر الفتن هو ما انبأ به النبي عليه الصلاه والسلام في زمن النبي كانت عندما تحدث فتنه بين قبيلتين يتم تداركها وانتهى الامر اما اليوم الان الان انا احدثك الان وهناك ملايين الفتن تحدث الان في كل لحظه الفتنه في فلسطين مثلا بين يعني الشعب نفسه الفتنه في الوطن العربي الفتنه في العالم الاسلامي يعني فتن كثيره جدا تحدث حتى فتنه الرجل مع اهل بيته في بسبب المواقع الانترنت والمواقع الاباحيه ومواقع التواصل وحالات الطلاق تصل الى 50% في بعض الاماكن من العالم الاسلامي تصور اخي الحبيب كمية الفتن التي ليست فقط في الحروب وبين الناس والشعوب لا في داخل بيوتنا ايضا وتظهر الفتن ظهرت اصبحت واضحة حتى اصبح بالامكان ان ترى هذه الفتن تستطيع ان تفتح على هذه موقع تيك توك مثلا البثوث المباشرة هذه وترى الفضائح والفتن وهذا يتحدث على هذا وهذا يشتم هذا وهذا يثير فتنه مع هذا اصبح عصرنا عصرا مظلما للاسف وتظهر الفتن العلامه الخامسه ويكثر الهرج لا تقوم الساعه حتى يكثر الهرج طبعا هذا مصطلح او كلمة جديدة على العرب. فقالوا يا رسول الله ما هو الهرج؟ قال القتل القتل. يعني كثرة القتل. سبحان الله اصبح القاتل يقتل من دون سبب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قُتِل. كثرة القتل، أصبحنا نجلس متسمرين أمام شاشات التلفزيون نحصي عدد القتلى هنا وهنا 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 تصور هذه الظاهرة لم تكن موجودة زمن النبي بل لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بها سبحان الله. وأخيراً حتى يكثر فيكم المال فيفيض. انظر اليوم إلى ظاهرة كثرة المال ولكن مع قلة البركة فيه، يعني <applause> تخيل يعني حتى هنا أنا أرى ألمح ملمحا لطيفا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا أن المال يكثر يكثر هذا المال بين أيدي الناس ولكن ليس ليس له قيمة بالفعل انظر إلى قيمة أي عملة تريد أن يعني تدرسها قبل خمسين أو مئة سنة كانت يعني العملة الواحدة توازي مثلا غرام ذهب أو أربع غرامات ذهب أو أكثر اليوم كم توازي لا شيء كثر المال وفاض ولكن ليس له قيمة سبحان الله اذا هذه علامات اخي الحبيب دعني اعيد هذا الحديث ينبغي ان نتدارسه ان نفكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل هذا الكلام لمجرد يعني معلومات عامه لا هو قاله لنحفظه لنتدبره لنعمل استعدادا لهذه الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج أي القتل ويكثر المال فيفيض، حتى يكثر فيكم المال فيفيض يصبح فائضا عن الحاجة. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مال يذكر كانت معظم المعاملات تتم بالتبادل تأخذ سلعة تعطي السلعة مكانها نسبة العملة كانت قليلة من الذي أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي زمن هو, هو اليوم 2024 الزمان يتقارب العلم يقبض ويكثر هؤلاء الجهال الزلازل تكثر الفتن تكثر تظهر القتل يكثر كما نرى اليوم والمال يكثر فيفيض من اخبره بكل هذه الاشياء مع العلم أنه, انه لا يمكن لانسان قبل 1400 سنه ان يتخيل ما يجري اليوم في واقعنا لذلك يعني اقول احبتي في الله ينبغي ان نسارع للتوبه الى الله عز وجل ينبغي أن نصلح علاقتنا مع الله ينبغي أن ننظر لمصلحتنا مصلحتك الشخصية أن تنظر ماذا ينتظرك بعد الموت وليس الآن الآن أنت لديك مصلحة مؤقتة في بناء بيت محل دراسة تجارة زوجة سيارة إلى آخره كل هذه مصالح مؤقته، اما المصلحه الشخصيه الدائمه تبدا من لحظه الموت وما بعد. اذا اخي الحبيب ينبغي ان تفكر بما بعد الموت اذا اردت ان تفوز بنفسك والا تكون من الخاسرين، قل ان الخاسرين ليس الذين خسروا تجاره او شيئا في الدنيا، لا. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم متى يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الفائزين برحمته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته